اعتقالات تعسفية تطال المتظاهرين السلميين وطلاب المدارس في كربلاء، هذا بالإضافة إلى الاختطاف دون معرفة الجهات التي تقف وراء ذلك، وجميعهم يؤكدون استمرار تظاهراتهم السلمية لحين تحقيق مطالبهم المشروعة رغم كل ما يلاقونه. الكربلائيون في ساحات الاحتجاج طالبوا الجهات الأمنية والقضائية بإطلاق سراح المحتجزين، علاوة على الكشف عن الجهة التي تقف وراءها، باعتبار أن الاعتقال والاختطاف جريمة إنسانية كبيرة لن يسكتوا عليها. نطالب الجهات الأمنية وبخصوصا قيادة شرطة كربلاء التحقيق في هذه المجالات وإخلاء سبيل جميع المعتقلين البريئين، وكشف هوية من يقوم باختطاف أولاد وأبناء كربلاء المتظاهرين، ومن يقوم باعتقالهم، ومن يقوم بقتلهم، من يقوم بضربهم من دون ذنب. ذنبهم الوحيد أنهم خرجوا متظاهرين سلميين يطالبون بالحقوق المشروعة القانونية الوطنية تحت شعار نريد وطنا عراق، نريد حياة حرة كريمة. الكربلائيون أنفسهم أكدوا حقهم بالتظاهر الذي كفله لهم الدستور، مطالبين الجهات ذات العلاقة بالكشف عن أسباب الاعتقال. كمتظاهرين أحد مطالبنا المهمة إطلاق سراح الناشطين والمعتقلين اللي هم بالعشرات، ذنبهم الوحيد أنه قالوا نريد وطن. نطالب قيادة شرطة كربلاء ونطالب الجهات القضائية اللي موجودة. نطالب باسم الجماهير بإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وخاصة المتظاهرين والمعتصمين ومضربين عن الدوام، وأكيد هي هاي مسألة وطنية، يجب على الجميع أن يقدر موقف الشباب كون هذا الشباب طلع من أجل مطالبة بحقوق المشروعة. وبحسب قانونيين فإن الاعتقال والاختطاف يعد من الجرائم الخطرة التي تخلق أجواء من الرعب والتخويف بين صفوف المتظاهرين السلميين، وتؤدي أيضا إلى هز كيان المجتمع العراقي.